لدى استقبال سموه لوفد من أهالي الدراز، قدم الشكر والتقدير لسموه على توجيهاته الكريمة بشأن تلبية احتياجات الدراز الخدمية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم كافة الخدمات التي تضمن مواكبة كل قرية ومدينة في أي من مناطق البحرين لمسيرة التنمية في باقي المناطق، وأن البرامج التطويرية التنموية التي تلبي غايات المواطنين وتحقق تطلعاتهم مستمرة، فلا أولوية لدى الحكومة تسبق أن يعيش المواطن في بيئة آمنة ومستقرة في حياته المعيشية والوظيفية، وأن التحديات وإن عظمت فإنها تصغر أمام الرغبة الحكومية في تحقيق الأفضل للمواطنين، ولن نتوانى عن تسخير كل جهد يضمن عيش المواطن في بيئة خدمية متطورة وسط أجواء آمنة ومستقرة وتتوافر فيها كافة احتياجاته إسكانيا وتعليميا وصحيا، وأن أبوابنا مفتوحة دائما أمام مواطنينا وكل من ينشد الخير لوطنه ومجتمعه ويسعى للأفضل. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل وفدا من أهالي الدراز ضم شخصيات القرية ونوابها وممثلين عن أهاليها، حيث رفع الجميع الشكر لسموه على توجيهاته بتطوير المنطقة خدميا وتلبية احتياجاتها الإسكانية ومن مختلف الخدمات. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التطورات قد تغير تراتبية الأولويات، ولكن ضمان عيش المواطن في بيئة خدمية متطورة تتوفر فيها كافة احتياجاتها الإسكانية والتعليمية والصحية وسط أجواء آمنة ومستقرة أولوية لا يسبقها أمر آخر. وقال سموه إن التواصل والتباحث بشأن الاحتياجات الوطنية والخدمية في إطار الشراكة الحضارية يقضي أمورا لا تقضى بأي مسلك آخر. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لأهالي الدراز الذين تشرفوا بلقاء سموه أن الحكومة تهتم بأمن الجميع واستقرارهم، فهي يد تبني ويد تحمي وتحفظ الأمن، وتتطلع بأن ترى كل مواطن رجل أمن في مدينته وقريته يرفض ما يعكر صفو أمنها بالخروج عن القانون والنظام. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على أن تنال جميع مدن وقرى مملكة البحرين نصيبها من المشروعات التنموية والخدمية بالشكل الذي يلبي احتياجات أهالي هذه المناطق ويوفر لهم سبل الرفاهية. وشدد سموه على أن المواطن يمثل قلب التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، وجميع البرامج الحكومية موجهة لتحقيق تنمية تعود على المواطن بالخير، والمسؤولين في الحكومة لديهم توجيهات واضحة بتسخير وقتهم وجهدهم لخدمة المواطن سواء كان في القرية أو المدينة. وأشار سموه إلى أهمية زيادة أفاق التواصل والتقارب بين أبناء المجتمع الواحد ضمن نهج الأسرة الواحدة، وأن يكون الهدف الأسمى من كافة الجهود الوطنية الارتقاء بالوطن وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين. حضرة الأجل الأكرم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظك الله ورعاك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الدراز أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم آيات الشكر والتقدير على إتاحة الفرصة لهذا الوفد من منطقة الدراز للقاء سموكم حفظكم الله. إنه لشرف عظيم لنا يا صاحب السمو أن نتواصل مع سموكم وفقا لتوجيهاتكم السامية حفظكم الله ورعاكم، وذلك للنظر في احتياجات مواطنيكم من منطقة الدراز، وحيث أن توجيهاتكم لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أثمرت عن الانتهاء من رصف الطرق في المنطقة الغربية من الدراز، وكذلك استكمال مشروع الصرف الصحي. أن توجيهات سموكم الأخيرة لكل من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزير الإسكان لزيارة الدراز والاطلاع على احتياجاتها من الخدمات لهي خطوة مباركة في التواصل مع المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم، كما تعكس حرص سموكم على تلبية احتياجات مواطنيكم ويؤكد حجم اهتمام الحكومة الموقرة بتطوير مختلف مناطق مملكة البحرين. وهذا ليس غريب على سموكم،
فأنتم يا صاحب السمو من أدار سدة الاقتصاد والتنمية الشاملة باقتدار، وأرسى قواعد التنمية البشرية والحضرية، وعمل على تعزيز